بإسم الله العلي الكبير نفتح الدورة الأولى ونجلس الأمة الذي تبدأ بإنقاذ مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت المستغلة. أنا مع الدستور ومع القانون ونمشي نفس الوضع اللي تطلب فيه طلبة شعبنا. فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن معكم في مركب واحد نمد لكم يد العون ونكون لكم السند والناصر والمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في تاريخ 19/6/1961 تم استقلال دولة الكويت، وحرصا من الشيخ عبد الله السالم رحمه الله والذي عرف عنه الحكمة وبعد النظر على تنظيم الحياة في الدولة بشكل عام، حيث هو الذي كان يردد دائما بيت الشعر القائل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. قرر الشيخ في حين أن ترسخ الدولة نظام الحكم الديمقراطي لرغبته العارمة في تأسيس نظام يشارك في تشكيله وإدارته أبناء الشعب الكويتي، ولذلك قرر وضع دستور يشارك في صياغته من أبناء الشعب الكويتي. ثم أصدر الشيخ رحمه الله مرسوما في تاريخ 26/8/1961 يقضي بإجراء انتخابات لمجلس تأسيسي يختار أبناء الشعب من خلاله من يمثلهم لوضع مواد الدستور التأسيسي، وذلك لإقامة دولة ديمقراطية. وبعد انتهاء المجلس التأسيسي من صياغة الدستور الذي اعتمده الشيخ عبد الله السالم رحمه الله، تم انتخاب أول مجلس أمة في تاريخ 23/1963، حيث استمرت العملية الديمقراطية حتى وقتنا الحالي رغم توقفها لبعض الأحيان فترات من الزمن. ما نريد عرضه هو أن دولة الكويت أولت التعليم ومناهجه عناية كبرى ودقيقة، وقد تم انعكاس هذا الاهتمام على الجانب الثقافي للمجتمع وعلى مخرجات التعليم وعلى الحياة العامة بأشكالها، حيث تم تضمين أفضل المناهج التعليمية وأفضل السبل لضمان المسيرة المزدهرة للتعليم وتبعاتها الإيجابية. ولكن لم يكن هذا الاهتمام شاملا لمنهج الديمقراطية الدستوري، مما ساهم في خلط المفاهيم التقليدية القديمة مع مفاهيم الديمقراطية الحديثة، وهو الأمر الذي استمر إلى سنين عديدة. التبست فيه المفاهيم السياسية على المواطن، بحيث لم يكن لديه تصور واضح عما هو دستوري وديمقراطي وعما هو تقليدي لا يمت للديمقراطية بأي صلة. استمر هذا الوضع وما زال مستمرا عند البعض حتى اللحظة، رغم أن وزارة التربية والتعليم قد ضمنت في السنوات الأخيرة منهج الدراسة في مستويات مرحلة الثانوية الأخيرة بمادة حقوق الإنسان والدستور، لكنها ضمنت المنهج بوتيرة حصص معدودة وقليلة لمادة الدستور، والتي لا تكاد أن تكون كافية لفهمها الفهم العميق ومن ثم إدراكها وممارستها. ومن هنا نطالب وزير التربية والتعليم الالتفات إلى هذا التحدي وتشكيل اللجان المختصة لدراسة إيجابيات تضمين منهج دستوري ضمن مناهج التعليم الأساسي، وبذل كل السبل والوسائل لتزويد أبنائنا الطلاب بذخيرة الفهم الدستوري والديمقراطي، والذي يعتبر من المبادئ المهمة للإدراك والفهم للتعامل بها مع الآخر. ودمتم بخير. بإسم الله العلي الكبير نفتح الدورة الأولى ونجلس الأمة الذي تبدأ بإنقاذ مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت المستغلة. أنا مع الدستور ومع القانون
ونمشي نفس الوضع اللي تطلب فيه طلبة شعبنا. فسيروا على بركة الله وتوفيقه، ونحن معكم في مركب واحد، نمد لكم يد العون ونكون لكم السند والناصر والمحب.